السلام عليكم متابعين الكرام. من موقع الحدث في أبو حليفة تنفيذ هذه القسيمة المباركة مع المهندس المنفذ مطلق دعيج، جاري على قدم وساق الحفر، وأوشكنا الانتهاء من الحفر متر ونص بالضبط نفس نزول هذه القسيمة. هذه في منطقة أبو حليفة، أرجو مشاهدة ممتعة من موقع القسيمة أبو حليفة. وهنا أيضا نحن الآن داخل الحفرة قاعدين نتفقد هذا هنا في بايب. شوف هذا في بايب، يعني لازم هنا نبعد عن البايب. الآن ما نقدر نحفر أكثر من كذي لأن احنا حفرنا من هناك الجزء هذاك، هذا سور البيت، الناس الجيران نازلين متر ونص، نزلنا لمتر ونص نفس مستواهم، ما نقدر ننزل أكثر من كذي. إذا نزلنا أكثر من كذي لازم تدعيم، وطالعين شوية برا 80 سنتي بين عندنا الكيبل الكهرباء هذا الكامل، هذا الكيبل الكهرباء. لذلك متابعيني اللي بيحفر لازم يحصل له حفار ممتاز أساس ما يرتكب جريمة القطع الكيبل. وهنا المنظر ثلاثي الأبعاد، أنا في الأسفل في المكان هذا، كل أمور طيبة لحد الآن الحمد لله. هذا كيبل كهرباء هنا موجود يبين، هذا الأسود بعيدين عنه حدة، ما راح نقدر نحفر أكثر من كذي عشان ما ينهار مع التربة. الأمور هذه كلها في المكان هذا الجميل. هذه القسيمة لزيزة الرأس، احنا هني الرأس، القسيمة هذه في أبو حليفة على الرأس، والتربة هني موجودة جاهزين للإجراءات التالية وهي فرشة النظافة إن شاء الله. وهني الحفار يبي يحفر من الأعلى، نحن هنا وهذا المكان مثل ما أنتم شايفين منطقة أبو حليفة قسيمة الخليفي. أي استفسارات متابعيني الكرام سووا لي تعليق وأنا حاضر راح أرد عليكم. لا تنسون تضيفوني على سناب وجميع التواصل الاجتماعي على الانستغرام على قناتي على اليوتيوب للاستفادة. هذا إنشاء جديد بإذن الله راح أسوي عليه التغطية بالكامل، أرجو مشاهدة ممتعة.